انا وصلنا لحدود المحيط. هاي مليح. تهنيت سي بون. ساي ساي. شنية دكينا شوية الغشيان هذا وقتها سيبا استنى الواد الغشيان كل حتى دكينا الغشيان تلقى المفتش الرئيسي لفحص المسافرين بأم طبول تعليمات باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السيارة التي تقل المدعو بلال. احتراماتي حضرات. ولكم الاحترام. شوف بناء على معلومات واردة إلينا من طرف المفتش الرئيسي للفرق حول سيارة مشبوهة من نوع سامبول بنية اللون مسجلة تحت رقم 23 117 21 215. مفهوم حضارات. راهي في طريقها الى المركز الحدودي ام طبول. مفهوم. على متنها شخصين احدهما اجنبي مشتبه فيه قادم من المملكه المغربيه. المطلوب الاستعانه بفرقه الانياب في عمليه التفتيش واخضاع المسافرين لاجراء التفتيش الجسماني مع احترام كل الحقوق المكفوله للمواطن. مفهوم حضارات. ربي عاونكم. شكرا عوري. بواسطة سيارة مموهة على متنها أعوان بالزي المدني تم تتبع السيارة المشتبه فيها إلى غاية الوصول إلى مكتب الخروج مع إخفاء سيارات إدارية على كامل الطريق من أجل التدخل عند أي طارئ. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك. طوابير وحركة نشيطة يعرفها المعبر الحدودي أم طبول. في المقابل يفرض أعوان الجمارك إجراءات رقابية مشددة على كل مركبة تعبر الحدود الجزائرية التونسية. فتحنا اللمان من فضلك. كش ما عندك حاجة تدكلاريها؟ حاجة دو فالور. عندي 200 أورو و 40 دينار تونسي. باك اش تاعك نقدر نشوفه؟ وي تفضل. سي بون تقدر ترجع الباكاج تاعك. بارك الله فيك. بعد وصول السيارة المشبوهة المركز الحدودي بأم طبول وإتمام المسافرين لإجراءات الخروج لدى شرطة الحدود واستصدار سند العبور لدى شباك الجمارك تم توجيه السيارة لمرأب التفتيش. الأجرام قاعدين يفتشوا يفسحوا المسافرين كل لا نورمال ما كاين والو. يا هكذا توا يفركسونا باش نجوزو نورمال كيما تعدوا كيما الناس كل فركسونا برشا. تفضل. قال
تفضل في البيجي هذا. حان دور السيارة التي تقل المدعو بلا للتفتيش ثم العبور. وش عندك تصرح؟ ما عندي والو. باكاج تاع شكون؟ سيلي معايا. شباب شباب هبط لي باكاج تاعك. اي اي ما يسال شيء. اي تفضل. اي وش عندك تصرح؟ عندي شيء شاف. عندي كندبشي أقهو. افتح هذا الباكاج تاعك. منين جيت أبيدل؟ جيت من المغرب. هذا جيت من المغرب؟ أنا قعدت نهاري. تفضل حضرة. أثناء التفتيش انتابت المدعو بلال علامات التعب والألم. أعطيني لابوشة تاعك بيدا. اي ما كان شيء يا شيخ. ما عندي شيء. كان اوراقك اهو. راني مريض يا شيخ. وش راني باغي نروح للدار. شوف يا بلال هذه اجراءات نقوم بها كي نكملوا. تفضل تروح تروح. دم باكاج تاعك بيدا. لم يفرز التفتيش الدقيق عن أي نتيجة. حضرة هذا هو المشتبه اللي جدنا عليه المعلومة ونحن بصدد تفتيش السيارة ولحد الآن ما لقينا حتى شيء. معليش. إذن شوف نزيدو نستعينوا بعون الكاميرا ويفتش لنا الخزن الوقود والمحرك وبعد ذلك نستعينوا فرقة الأنياب حالا باه يدير لنا تفتيش للسيارة. مفهوم حضرات. تمت الاستعانة بفرقة الأنياب من أجل تفتيش السيارة مرة أخرى. نتيجة تفتيش فرقة الأنياب للسيارة المشتبه فيها كانت سلبية. إلا أن فرقة الأنياب أظهرت علامات مريبة تجاه المدعو بلال. حضارات راهي كاينه شكوك كبيره باللي راه رافد معاه مخدرات. اذا مفتش تحول لي سائق السياره والمسافر اللي معاه تحولها من مكتب وتخدح من التفتيش جسدي معمق. مفهوم حضارات. بعد الاستعانه بفرقه الانياب تبين وجود الاشارات الايجابيه المعتاده التي تؤكد وجود مخدرات. نحي ساعه تاعك يا جون. زيد نحينا لاباك. طلع يديك يا جون. زيد طلع مليح. طلع مليح. مش قادر. مباشرة تم تحويل المدعو بلال إلى التفتيش الجسدي. فرغنا لي بوش تاعك. نحن الحذاء تاعك. أثناء التفتيش الجسدي تدهورت حالة بلال وتفاقم شعوره بالألم. زدنا حين على آخر برك. من نطقاش تاعك برك. زيد ناحيه لابيست. اي صحيح. راني بالع. واش بالع؟ واش من المخدرات؟ واش راك بالع؟ اقر بلال بابتلاعه مواد مخدره. من كابسير؟ واش من كابسير؟ زادلاش. من بلاتيم؟ واش من بلاتيم؟ في المغرب. ستار مانيش قادر اش.
نقل على إثرها إلى المستشفى لإجراء غسيل معدة واستخراج ما ابتلعه. تفضل. السلام عليكم الحكيمة. وعليكم السلام. جبنا لك مسافر، حكمنا في المركز الحدودي يوم طبول واعترف لنا باللي ماكل مخدرات وجبنا التسخيرة باه نعجبوها على الطبيب. تفضل. يا عبدالله. وش عندك؟ عندي ستار. النقطة؟ عندي وجاع وفي كرش. هاني نهارين ما كليت شيء، داني لا شيء، شتي ستار. تعبت في المطار، داني ستار، تقيد كل تقيد شوي. اطلع لحق الطبله ودي اشوفك. يعطيك ورقة ديها الجناح الآخر يديروا له غسل المعده.